يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشترط في الرضاع أن تكون المرأة المرضعة لم تتعدى الحولين من ولادتها من ولادتها؟ هل يشترط في الرضاع أن تكون المرأة المرضعة لم تتعدى الحولين منذ ولادتها؟ لأن بعض النساء قد يستمر معها اللبن أكثر من حولين. ما علينا من المرأة المرضعة، علينا من الرضيع. الرضيع إذا كان بعد الحولين لا يعتبر، لأنه يستغني بالطعام. أما إذا كان قبل الحولين فإنه يعتبر لأنه بحاجة إلى الرضاع.